أهلا بكم. إذا كانوا مترددين في ضرب سوريا فلما يتحدثون عن ضرب إيران؟ أم هو هجوم دبلوماسي لحمل طهران على تقديم تنازلات تؤخر برنامجها النووي بضع سنين؟ هل إيران مستعدة لذلك الآن؟ وهل يلين الموقف الروسي والصيني إزاء المساس بسوريا وإيران؟ ماذا عن الموقف العربي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أثارها تصريح لوزير الدفاع الأمريكي بأن إيران سيكون لديها يورانيوم مخصب صالح لصنع قنبلة نووية في غضون عام، وستكون قادرة على صنع سلاح نووي في غضون 3 أو 4 أعوام، واصفا ذلك بأنه خط أحمر. هذا هو موضوع حوارنا اليوم في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة. وأحييكم مشاهدي ومستمع البي بي سي، أنا زين العابدين توفيق، وأرحب بضيوفنا وهم في الاستوديو: حميد جول شريفي الصحفي الإيراني المقيم في لندن، وكذلك الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية، ومن عمان معنا سلامة نعمات الكاتب والمحلل السياسي، وسينضم إلينا ضيوف آخرون في ثناء الحلقة. لكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس جانبا من تسلسل الأحداث المتعلقة بالملف النووي الإيراني. من دون شك الولايات المتحدة مصممة على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، ولن أرفع أي خيار على الطاولة حتى يتحقق ذلك الحدث. إن أي تهديد أو عدوان تتعرض له إيران سيكون ردنا حاسما ومدمرا. إننا نتمنى ألا يحدث هذا الأمر، ولكن في حال حدوثه سيبين التاريخ إن كان الأمريكيون أصحاب الادعاء أم الإيرانيون. أعتقد أنهم لن يتصرفوا بطريقة غير مسؤولة. نحن على استعداد لمواجهة أي تهديد، كما أننا نوجه النصح والتحذير لهم بعدم العودة، مع العلم أنه ليس من عادتنا أن نكرر تحذيراتنا. برنامجنا النووي شفاف وواضح، والسلطات الإيرانية أعلنت مرارا موقفها من هذه القضية. علاقاتنا جيدة مع الوكالة الدولية، وهي على دراية كاملة بالجوانب القانونية والتقنية لعملنا، وكذلك سلمية برنامجنا النووي. ليست لدينا نوايا غير تلك التي أعلناها، وكل أنشطتنا النووية تمت الموافقة عليها من قبل الأمم الحرة والدول المستقلة حول العالم. هناك دلائل متزايدة على أن الضغوط الدولية بدأت تؤتي ثمارها، وأن النظام في طهران يشعر بتزايد عزلته، وأنهم يحاولون إلهاء الرأي العام عن الصعوبات التي تواجهها إيران، لا سيما الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المفروضة. إننا نصدر أقل من 20% من النفط الإيراني إلى أوروبا، وليست لدينا مشاكل حول تصدير هذه النسبة، ولدينا من يود شراءها، وليس لدينا نفط مخزون أو في البحر، ولدينا ما يكفي من المشترين، وسنقطع النفط قريبا عن بعض الدول الأوروبية. هذه تطورات الملف النووي الإيراني، ونبدأ النقاش بضيفنا من عمان سلامة نعمات الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا السيد سلامة نعمات خبير في الشأن الأمريكي. حدثنا عن هذه التصريحات التي تخرج بين الفينة والأخرى من الولايات المتحدة وتتسم بنبرة تصعيدية، هل هنالك تغيير في الموقف الأمريكي من إيران؟ لا أعتقد أن هناك تغييرا في الموقف الأمريكي من إيران، سواء في عهد إدارة الرئيس أوباما أم في عهد الرئيس بوش، باستثناء أن الأوضاع الإقليمية تغيرت الآن. هناك أوضاع مضطربة، تغييرات زلزالية حدثت من تونس إلى مصر وإلى اليمن، والآن نشهد الأحداث في سوريا، وسوريا طبعا الحليف العربي المقرب من إيران. هناك طبعا امتداد إيراني في المنطقة، في نفوذ إيراني كبير في العراق، وهو طبعا يلعب دور استراتيجي معادي للمصالح الأمريكية في المنطقة. أيضا هناك وجود إيراني، امتدادات لإيران في سوريا ولبنان عبر تنظيم حزب الله. وبالتالي الآن عندما جاءت تهديدات الحكومة الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي تهديد امدادات النفط العالمية، ومما سيعني طبعا رفع أسعار النفط العالمية، هذا أمر خطير بالنسبة للولايات المتحدة، لأن الاقتصاد الأمريكي يعاني من كساد، وهو بحاجة
إلى خفض أسعار النفط وليس إلى رفعها، وبالتالي التهديد الإيراني والتلويح بإغلاق مضيق هرمز يعني تهديد الاقتصاد الأمريكي وأيضا الاقتصاد الغربي بشكل عام. إذن حديث وزير الدفاع والمسؤولين الأمريكيين عن البرنامج النووي الإيراني هو في الواقع حديث عن النفط الإيراني وليس حديث عن البرنامج النووي الإيراني. في الواقع ليس هناك معلومات استخبارية أمريكية حتى الآن تشير بأن إيران اقتربت كثيرا من الحصول على قدرات عسكرية نووية بشكل يهدد المصالح المباشرة في منطقة الخليج، ولكن هناك طبعا تهديد مباشر وهو التلويح بإغلاق مضيق هرمز، وهو بمثابة إعلان حرب طبعا على الولايات المتحدة التي قالت بأنها لن تسمح لأي طرف إن كان بإغلاق مضيق هرمز أو تهديد إمدادات النفط العالمية، لأن لذلك تداعيات خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصاد الدول الغربية بشكل عام، كما سمعنا أيضا الحكومة البريطانية حذرت من خطوة من هذا النوع. إذا كانت الولايات المتحدة ليست يعني ربما يكون آخر تقرير استخباري عن إيران هو أن إيران غير قادرة على إنتاج سلاح نووي، وهو تقرير الاستخبارات الأمريكية قبل أعوام. إذا كانت هذه هي الحال، فلماذا تحدث وزير الدفاع الأمريكي عن ضرب إيران وبمساعدة إسرائيل؟ لم يستبعد ذلك، لماذا يتحدث عن عمل عسكري ضد إيران وعلى أساس أن إيران خلاص يعني ستنتج القنبلة النووية اليوم أو غدا؟ يعني الإدارة الأمريكية تسعى لإقناع أصحاب القرار في طهران بأن مجرد انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأيضا خفض القوات في أفغانستان ومحاولة سحب القوات هناك أيضا لا يعني بأن الولايات المتحدة لا تملك قوة ضاربة في حال وصلت أو اتجهت إيران إلى تصنيع سلاح نووي عسكري. وبالتالي التحذيرات الأمريكية هي فقط تستهدف إقناع طهران بأنها مخطئة إن كانت تعتقد بأن الولايات المتحدة ستتخلى عن مصالحها الاستراتيجية الحيوية في منطقة الخليج وعن حلفائها أيضا في منطقة الخليج، ليس أكثر. ليس هناك ما يؤشر إلى قرب توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، ولكن هناك فقط سعي لتأكيد موقف أمريكي. كما ذكرت هناك ربما عدا عن التهديد بعيد المدى وهو التهديد الاستراتيجي بحصول إيران على سلاح نووي وهو ما هو مستبعد حتى الآن، ولكن هناك تهديد مباشر وهو تهديد المصالح الاقتصادية الأمريكية عبر المناورات العسكرية الإيرانية في منطقة الخليج، وأيضا تهديدات بإغلاق مضيق هرمز. بالنسبة للموضوع النووي أيضا ربما من الجدير الذكر أن هناك عمليات قد تبدو بأنها عمليات أمريكية أو ربما إسرائيلية تتم لإحباط المشروع النووي الإيراني بطريقة غير مباشرة، كما سمعنا هناك 3 علماء إيرانيين تم تصفيتهم في إيران بظروف غامضة غير معروفة. الحكومة الإيرانية تتهم إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا طبعا جزء ربما من برنامج لإحباط المشروع النووي الإيراني بطرق غير مباشرة بما فيها الاختراق أو القرصنة الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر التابعة للمنشآت النووية الإيرانية. طيب حميد قول شريفي، هل إيران تفهم هذه الرسالة أن إغلاق مضيق هرمز وتهديد الاقتصاد العالمي يعني حرب؟ يعني المسألة ليست برنامج نووي ستنتج قنبلة اليوم أو غدا أو بعد غد، وإن كان هذا أمرا خطيرا، لكن هنالك تهديد آني للاقتصاد العالمي الذي يعاني من الركود. هذه مسألة يمكن أن يتوحد عليها العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، من بدأ هذه التهديدات هو كان الطرف الثاني، يعني كانت الولايات المتحدة وكذلك الكيان الصهيوني الذي كان يتحدثون على حملات استباقية وضرب المنشآت الإيرانية، وحتى إلى يومنا هذا يقولون بأن جميع الخيارات موجودة على الطاولة، وهذه إشارة واضحة وتهديد واضح. وأكثر من ذلك، رأينا العقوبات على المصرف المركزي وكذلك العقوبات على صادرات النفط الإيراني، وهذا هو مساس بالأمن الإيراني وكذلك الخط الأحمر الإيراني، لأن هدف العقوبات هو كان تغيير النهج الإيراني بالنسبة للملف النووي. ولكن هذا النهج الجديد هو يعطي إشارة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل بالأخص يطالبون من طريق هذه العقوبات لتغيير النظام وقلب النظام، وهذا هو ما يخالف أصل العقوبات التي كانت تريد. ولماذا تلجأ إيران إلى مناورات في الخليج وتهدد بغلق مضيق هرمز؟ يعني هذا شيء واضح لما يكون هناك
هناك تهديد للأمن القومي الإيراني وكذلك تهديد على الصادرات الإيرانية كما سمعنا من الوزير الخارجية الإيرانية يقول الوزير الخارجية. على الأقل الأحاديث عن ضرب إيران وإشراك إسرائيل في هذا هذه تسريبات صحفية وسبقت المناورات بأشهر. يعني هناك رسالات ضمنية وسبقت التهديد الإيراني بأشهر. يعني هناك رسالات ضمنية رأينا بأن هناك تحرك وزيارات كثيرة من جانب وزير خارجية تركيا إلى إيران، زيارة أمير قطر إلى إيران، وزيارات متبادلة بين المنطقة، هم يقدمون الرسائل من طرف الولايات المتحدة لإيران. لا ننسى الطلب الأمريكي للخط الساخن مع الجمهورية الإسلامية، ولكن في نفس الوقت هناك تصريح من جانب وزيرة خارجية إيران الدكتور صالحي أن الأمن في الخليج الفارسي هو أمن جماعي، لن يستطيع أحد من خارج هذه المنطقة بأن يملأ شروطه بالنسبة لهذه المنطقة، إذ المضيق الهرمز يكون ممرا لجميع الصادرات النفطية، هو ممر للجميع، ولكن هناك استثناء لبلد أن لا يستطيع أن يصدر ماذا يريد من هذه المنطقة، ولكن التهديد بدأ من الطرف المقابل الولايات المتحدة، وبالأخص من بعد زيارات هيغ لإسرائيل وكذلك زيارة إيهود باراك للولايات المتحدة في السنة الماضية. هناك بدأ لتنسيق البرنامج الموحد بالنسبة لتزويد العقوبات ضد إيران، ورأينا الخط المسلسل من بدء السيناريو بالنسبة لقتل أو البرنامج لقتل السفير السعودي في واشنطن، وكذلك التقرير للوكالة الطاقة الدولية. ولكن في الآونة الأخيرة رأينا بأن هناك رؤية إيجابية من جانب الجمهورية الإسلامية ببدء المفاوضات والتعاون مع وهذا هو إشارة، وهذا برأيي بأنه شرط مسبق من جانب الطرفين لبدء المفاوضات. وأنا أعتقد بأن ماذا سيحصل عليه هذه الوفد من الزيارة سيكون حجر الأساس للمفاوضات المقبلة بين إيران وخمسة زائد واحد. دكتور علي نور الزاده، هل تحاول إيران سحب ورقة الملف النووي بالسماح للمفتشين بالدخول وبدء مرحلة جديدة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ دعني أولا أن أشير إلى بعض الموضوعات اللي وردت في حديث الأستاذ سلامة وأستاذ جول شريفي. أولا فيما يتعلق بمناورات إيران في الخليج الفارسي، هذه مناورات جزءا من تمارين عسكرية كل سنة الجيش الإيراني بالصنوف الأربعة والقوات البحرية تقوم بهذه المناورات. وفي العام الماضي كانت مناورات ولاية 89، وهذا السنة مناورات 90، هذا السنة الإيرانية الهجرية الشمسية. فهذا المناورات يعني لا يعني مناورات عادية تقوم بها قوات، لكن التهديد بغلق مضيق هرمز. ولكن فيما يتعلق بالتهديد، أولا جميع الخبراء والمتخصصين في الشأن العسكري يعرفون ليس بمقدور إيران إغلاق مضيق هرمز. من الممكن أن تطلق إيران من مدافعها في جزيرة قشم قذائف نحو الملاحة العالمية بمرور ملاحة، و يعني تقوم بإثارة مشاكل في الملاحة الدولية، ولكن 4 ساعات 5 ساعات يوم واحد بعد ذلك لن يبقى هذا مضيق هرمز. يعني يعني حينما ترى على الخريطة شيء يمكن تلغيمه، يعني إيران يمكن لا أولا تلغيم، هناك سفن أمريكية فوق مودرن يعني فوق حديثة موجودة قادرة على يعني كسر الألغام. بالتأكيد كسر الألغام، ولكن المهم لدى إيران تجربة مريرة في مواجهة مع القوات البحرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة للحرب الإيرانية العراقية. حصلت مواجهات بين البحرية الإيرانية والأمريكية 3 ساعات و37 دقيقة، 65% من قوات البحرية الإيرانية دمر. والآن لدى أمريكان ترسانة كبيرة، يعني المدمرات والغواصات والموجودة، وأيضا بريطانيا. إيران تعرف جيدا ليس بمقدورها، ممكن بمقدورها الإخلال لعدة ساعات ليوم واحد، غير قادر على إغلاق مضيق هرمز. وهذه التصريحات يجب اعتبارها حرب نفسية ليست موجهة ضد الولايات المتحدة بل ضد جاراتنا في الخليج الفارسي. وأعتقد إيران أصبحت الآن دلالا لشركات الأسلحة، يعني كل هذه التصريحات يعني توفر الأرضية لعقد الصفقات، يعني يبدو أن إيران أصبح الوسيط لهذه الشركة. هذا واحد. فيما يتعلق ببرامج إيران النووية، بالتأكيد لدى إيران برنامج نووية
سلمية كلنا نؤيدها، كل الشعب الإيراني متفق بشأن، يعني من حقنا أن نمتلك مفاعل نووية. ولكن ما نختلف عليه هو برامج إيران السرية. لدى إيران برنامج نووي سري. وأنت كإيراني ألا تريد لبلدك أبدا لا أريد قنبلة نووية؟ أبدا أنا لا أريد قنبلة ذرية، لا يكون درعا له ضد إسرائيل أبدا. أنا أريد مزيدا من الجامعات، مزيدا من الصحف، مزيدا من الحريات، ولا أريد قنبلة ذرية. لدى إسرائيل 200 قنبلة ذرية. هل تستطيع إسرائيل أن تضرب إيران بقنبلة ذرية؟ هل باستطاعة باكستان أن توجه قنبلة ذرية إلى الهند؟ لا أبدا. هذا أنا أعتقد بأن فكرة قنبلة ذرية، ومع الأسف مرشد الثورة آية الله خامنئي يؤمن بها، هو يفكر، لكن هو يقول أنها حرام أصلا. لا لا لا، أقول لكم عندنا في الشيعة الحمد لله اليوم شيء حرام غدا حلال، يعني باب الاجتهاد مفتوح. خافيار كان حراما، والإمام خميني بفتوى يعني ذهب إلي وزير الاقتصاد قال يا مولانا نستر خافيار إلى الخارج، وهذا يعني مستر أساسي للثروة. أوكي، اكتشفوا بعض العلماء أن خافيار ممكن أكله. يعني عندنا حبيبي في الشيعة باب الاجتهاد مفتوح. قدا واحد يأتي ويقول فلان رواية عن إمام محمد الباقر الذي قال إذا كان لدى عدوك سلاحا فأنت تستطيع أن تمتلك نفس السلاح. وإيران لديه برنامج. هذه الفتوى لم تتغير لسنوات عديدة. يعني لو كان يريد أن يغيره. أخي العزيز لنفترس بعد بزعة أشهر السيد أحمدي نجاد يأتي ويقول الحمد لله بفضل عناية إمام الزمان وعناية الإسلام الثوري المحمدي الخالص قمنا باختبار قنبلة تحت الأرضية الحمد لله. الآن آية الله خامنئي قال، والذي نص المكتوب من قبل أحد العلماء، قال انظروا إلى كوريا الشمالية بلد فقير وجوعان بسبب امتلاكها بزع قنابل فأمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا. ودعنا يعني قال ولنفترض عندنا قنبلة ذرية، هذا القنبلة ستؤمن وستزمن الثورة الإسلامية لخمسة وعشرين عاما. طيب حميد قول شريفي، تريد أن تعقب على هذا قبل أن نتوجه إلى يعني نقاط؟ أولا بأن السيد أحمد نجاد لم يبقى من حكمه إلا سنة وأقل من سنة، وهذا لم يستطيع أن يأتي وبعد أشهر أن يقول لدينا برنامج سلاح. يعني نواز شريف أعلن في آخر لحظة واحدة، نواز شريف أعلن القنبلة النووية الباكستانية في آخر أيام حكمه. في نفس الوقت هناك إذ يكون هناك برنامج سري للحصول على القنبلة النووية، أعتقد سيذهب هناك مصداقية كثير من المسؤولين الإيرانيين، وكذلك الفتوى الشرعية التي يحترم من جميع الشيعة بالنسبة لمن يفتي في هذه المسألة. وأنا أعتقد المرشد الأعلى لما يقول بأنه هو حرام هو يريد بأن هذا الأمر يكون جاريا في جميع الصنوف، وإذ يكون خلافا لهذا الأمر مصداقية المرجع يذهب على الهواء، وهذا شيء في داخل النظام الإيراني. طيب، هو شيء مطلوب. ولكن في نفس الوقت يجب أن نقول بأن لماذا لم يتوجه العالم إلى إسرائيل التي لديها 200 من السلاح النووي ويذهبون إلى إيران؟ لماذا تريد ولديك النية ولديك برنامج سري؟ وأعلني عن البرنامج السري. هناك إسرائيل تحرك العالم على العقوبات ضد إيران، وفي نفس الوقت إسرائيل لديها الترسانة النووية، ولا نرى هناك تحرك من جانب الجامعة الدولية من الولايات المتحدة. ولكن هو في الواقع لو تسمح لي، يعني نحن لا نتحدث في هذه الحلقة عن عدالة النظام الدولي، يعني حتى نكون واضحين. لا لا لا، يعني عدالة النظام الدولي خارج نطاق المناقشة. أريد أن أقول إنك الرقابة بين إيران، لكن أنا أريد فقط أن أسأل السيد سلامة الأعمال. لا بس دقيقة، اسمح لي دقيقة واحدة بسرعة لو سمحت. دقيقة واحدة، أنا أقول إسرائيل، أنا موقفي واضح تجاه إسرائيل منذ أن كنت طفلا، ولكن إسرائيل بلا قنابل النووية هل كانت هناك شيئا دولة اسمها إسرائيل؟ يعني إسرائيل هل القنابل تسمح لي إسرائيل ظلت بدون قنابل نووية حتى الستينيات تقريبا. نعم. البرنامج النووي الإسرائيلي بدأ في الستينيات، والأحوال كانت مختلفة مع الدعم الأمريكي. ستينيات أحمد شوقيري كان مع شعاراته، الآن حماس وحزب الله. طيب، لحظة واحدة، جمهورية الإسلامية. سيد سلامة نعمات، هل تغيير النظام الإيراني هو الهدف الحقيقي الآن في الولايات المتحدة؟
أعتقد أن الولايات المتحدة تتمنى سقوط النظام الإيراني الحالي، وكانت تتمنى أن تمتد الثورة الخضراء في عام 2009 بعد الاتهامات بتزوير الانتخابات التي جاءت بدورة جديدة لرئاسة أحمد نجاد، كانت تتمنى ثورة شعبية تطيح بالنظام الإيراني، ولكن النظام الإيراني تمكن باستخدام القوة ووسائل أخرى من قمع واحتواء الثورة على الأقل مؤقتا. لا شك بأن الولايات المتحدة ترى بإيران الدولة الأخطر بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة، وبسبب طبعا كما ذكرنا النفوذ والتدخلات في العراق ودول خليجية أخرى، النفوذ الإيراني الواضح والمكشوف في سوريا وفي لبنان عبر تنظيم حزب الله الذي يتخذ من لبنان رهينة في خدمة المصالح الإيرانية. هذا طبعا يهدد. نعم. هل تغيير النظام يعني كانت سياسة أمريكية؟ تغيير النظام في العراق كانت سياسة أمريكية وإن لم تكن معلنة بالشكل الكافي في البداية وأعلنت بعد ذلك، هل الآن تغيير النظام في إيران سياسة لإدارة أوباما؟ أعتقد أن سياسة أوباما تتركز حول تغييرا حول إحداث أو مساعدة الإيرانيين على إطاحة النظام القائم حاليا عبر العقوبات الاقتصادية ومحاولة عزل إيران وإفشال المخططات الإيرانية في المنطقة، وطبعا ربما الدروس الأمريكية الدروس التي تعلمتها الإدارة الأمريكية بعد التورط في العراق عسكريا وبعد أفغانستان بأن ربما العقيدة العسكرية الجديدة لإدارة أوباما وربما الإدارات اللاحقة ستكون بأن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا على الأرض إطلاقا، وأنها ستستخدم كل الوسائل الأخرى ربما بما فيها القصف الجوي كما حدث عبر حلف شمال الأطلسي في ليبيا وعدم إرسال جندي واحد على الأرض. هذا أمر مؤكد، ولكن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على إضعاف أنظمة كثيرة باستخدام هذه الوسائل دون الحاجة إلى احتلال على الأرض، وهذا يعني طبعا أن الولايات المتحدة لا تريد بأن تتدخل عسكريا في إيران لأن ذلك له كلفة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة أولا، وأيضا كلفة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، فضلا عن الكلفة على الشعب الإيراني، لأن الولايات المتحدة لا تعادي الشعب الإيراني. الولايات المتحدة لديها مشكلة أساسية إقليمية مع النظام الحاكم في إيران، لذلك الخطوات التي تقودها واشنطن الآن تستهدف خنق الوضع الاقتصادي بشكل يدفع ثمنه النظام الحاكم. وكيف ستتعامل الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب مع قطع النفط الإيراني عن الأسواق الغربية؟ الولايات المتحدة أوضحت عبر حلفائها بأن هناك دول مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط لسد السعودية. الحاجة هل هنالك غير السعودية؟ العجز. الكويت. نعم، كل الدول العربية، لم أسمع أن هناك دول عربية قالت بأنها دول عربية نفطية قالت بأنها تمانع في زيادة حصتها من الإنتاج مقابل التعويض عن العجز الذي يمكن أن يحدث في حال توقف ضخ النفط الإيراني إلى السوق العالمية. ولكن أيضا هناك طبعا مفارقة، وهو توقف إيران عن تصدير النفط يعني أن إيران ستضر نفسها بأن توقف عائدات النفط الإيراني للاقتصاد الإيراني. لكن ربما تصدر للصين، لروسيا، ليس لروسيا، للصين، للهند، لدول أخرى تحتاج النفط الخليجي بشكل أساسي بدرجة أكبر من ربما من الولايات المتحدة بسبب النمو الكبير في الاقتصاد. يعني الولايات المتحدة لن تتأثر طالما أن إيران تضخ النفط في السوق العالمية، فإن السعر سيبقى مستقرا، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة لا تستورد حاليا النفط من إيران، وبالتالي لن يغير شيئا بالنسبة لها. إن توقفت إيران عن بيع النفط لدول غربية، هناك دول أخرى مستعدة لبيع النفط للولايات المتحدة، أو حتى دول مثل فنزويلا. نعم. وهي دولة ليست صديقة للولايات المتحدة، تصدر نسبة كبيرة من النفط للولايات المتحدة. أرجو أن تبقى معنا سيد سلامة نعمات، سنواصل الحوار في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ليس هنالك رأي هام وآخر أقل أهمية، كل وجهات النظر مرحب بها، وما قد يبدو لك رأيا غير راجح قد يكون في واقع الأمر بداية نقاش مهم وغني. نقطة حوار على شاشة بي بي سي.
بي بي سي إكسترا مباشرة من لندن على موجاتنا الإذاعية. لاجئ في حين أن عائلة يعني بي سي إكسترا قوانين رادعة. نحاول نعطي الإجابة تبع السؤال. كل يوم يتواصل معكم أينما كنتم. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة، نناقش فيها الملف النووي الإيراني والحديث الأمريكي عن أن تطوير إيران لسلاح نووي يعتبر خطا أحمر سيواجه بكل حسم، بما في ذلك القوة العسكرية وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، وتهديد إيران أيضا للدول العربية الجارة في الخليج بتعويض ما ينقص من النفط الإيراني في الأسواق العالمية. وهنا أريد أن أتحول إلى ضيفي في الاستوديو حميد جول شريفي وعلي نوريزادة. أبدأ بك سيد نوريزادة، ماذا يمكن أن تفعل إيران لدول الخليج التي ستعوض ما ينقص من النفط الإيراني في الخليج؟ أولا دعني أنظر إلى العلاقات الإيرانية السعودية في الوقت هذا. هذا العلاقات متوترة جدا، يعني حتى بعد الحج الدامي حيث قتل عدد من الزوار الإيرانيين زلت العلاقات باردة ومتوترة، ولكن ليس بشكل العالي. يعني الآن السعودية التي فتحت ذراعيها لإيران حينما انتخب الرئيس خاتمي وأصبح السوق السعودي مفتوحا أمام إيران، كل يوم معرض هنا وهنالك وزيارات متبادلة. 17 يوما قضاها السيد رفسنجاني ليس في الرياض بل في منطقة الشرقية، وأما المسلين هذا العلاقات وصلت إلى حد عقد اتفاقية أمنية بين البلدين منذ قيام الدولة السعودية، هذا أول اتفاقية معير. ورغم ذلك علاقات الآن متوترة جدا، السعودية منزعجة جدا من إيران، سواء في بسبب سياسة إيران في العراق، إسقاط حكومة سعد الحريري في لبنان، والآن بطبيعة الحال موضوع سوريا، وأيضا التدخل الإيراني في الشعب الخليجي، موضوع المؤامرة قتل السفير السعودي في واشنطن، المنطقة الشرقية الحراك الموجود. لأول مرة الشيعة السعوديين هاجموا سكنة عسكرية وسكنة للشرطة وهم استخدموا الأسلحة، فهؤلاء والسعودية تقول أن إيران مسؤولة. لا، هؤلاء كانوا في إيران وإيران تنفي. لا، هؤلاء كانوا في إيران يدرسون في حوزة دينية بقوم، ويبدو أن جهة ما قامت بتدريبهم. ما عفوا، هذا ينطبق على شيعة كثيرين في العالم ليس فقط. لا لا لا، هؤلاء كانوا في إيران، يعني أنا أعرف عددا من هؤلاء تلقوا دروسهم الدينية في إيران. على أي حال إيران أيضا عندها شكاوي من السعودية، ولكن علاقات متوترة، وحينما علاقات بين إيران والسعودية متوترة هذا معناه أن العلاقات إيران مع دول مجلس التعاون. طيب هل يمكن لإيران أن تفعل شيئا لدول الخليج؟ إيران تعتمد على الورقة الشيعة بطبيعة الحال، عند إيران ورقة الشيعة في البحرين في السعودية في الكويت، وأيضا إيران قادرة على الإخلال بالأمن هذه الدول. كيف؟ يعني باستطاعاتها، سبق عن شاهدنا موضوع تفجيرات خبر، موضوع نقل المعدات والأسلحة من الكويت إلى السعودية، موضوع تعرض أمير الأسبق للكويت لمحاولات اغتيال، يعني وخاصة إيران المتواجدة اليوم في العراق، وللعراق حدود مشتركة مع السعودية ومع الكويت. فهكذا لا أعتقد بأنه من مصلحة دول المنطقة حصول مواجهة بين إيران والسعودية. سفيرنا الأسبق في السعودية السيد نوري شاهرودي سبق أن قال أن إيران والسعودية جناحان للعالم الإسلامي، لا بد أن يكون هناك تنسيق بين الجناحين. إذا العلاقات بين إيران والسعودية علاقات عادية وكويسة فكل المنطقة تشعر براحة. مع الأسف في إيران مجموعة الحاكمة في الوقت الحاضر، هذا المجموعة لا تنظر إلى هذه العلاقات باعتبارها علاقات ذات أهمية استراتيجية، بل هم يعتمدون على شعار الراديكالي رغم أن هذا الشعار أفلس. طيب. الآن نرى آخر قلعة للعروبة النابضة وللدول الامتناع سوريا، نرى حكومة سوريا تقتل الناس بالعشرات يوميا، هذا النظام الذي لم يطلق تلقى واحدة إلى إسرائيل، وهذا النظام. طيب. حليف. هذه نقطة واضحة. حميد جول شريفي، هل ما يقوله علي نوريزادة أن إيران
تبث القلاقل في دول الخليج أن هي عوضت النفط الإيراني، هل هذا صحيح؟ لا أعتقد ذلك. ماذا ستفعل؟ ما هو إيران هدلت الدول الجاية إذا لم يكن بالقلاقل، فبماذا إذن؟ صحيح، أريد أعطي صورة. هناك التزام من جانب الدول العربية في الخليج الفارسي في إطار أوبك بأن يلتزموا بالحصص التي توجه إليهم من جانب المنظمة. إذ يكون هناك اختراق لهذه الحصص، أعتقد أن إيران تستطيع أن تفعل عمل كذلك. ويبدو ماذا ستفعل إيران؟ نفس العمل الذي رأيناه في إبان الحرب المفروضة على إيران في زمن 8 سنوات حرب، رأينا كيف كانت حرب الأسعار بدأت، وهذا كان بضرر جميع من الدول المصدرة للنفط. إيران تستطيع أن تبيع النفط مع تخفيضات، وهذا ماذا سيحصل في المستقبل. ونعلم جيدا بأن إيران منذ انتصار الثورة لحد الآن لديها اقتصاد تحت الحصار. الحصار ليس جديد على إيران، الحصار هو مفروض على إيران من قبل البرنامج النووي. البرنامج النووي هو ذريعة لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول الغربية لتسوية الخلافات السياسية مع إيران بالنسبة للملفات الرئيسية في المنطقة. لنكون واضحين، يعني الولايات المتحدة لما جاء بوش وأعلن بأنه يريد أن يمد يده إلى إيران، في نفس السنة مضى قانونا بتخصيص 400 مليون دولار للمعارضين الإيرانيين. ورأينا كيف هناك فورين بوليسي أعلنت بأن عوامل من موساد كانوا يجهزوا جند الله بمساعدة CIA. وهذه هل هذه العواقب الوخيمة التي تتحدث عنها إيران للدول الجارة وهو بيع النفط الإيراني بأسعار؟ يعني أعتقد إحدى هذه العوامل هذا النقطة. والنقطة الثانية، إيران قالت وتؤكد، وأنا أرى في هذا النقطة الذي أبداها السيد الوزير الخارجية السيد صالحي، بأن أمن المنطقة الخليج الفارسي أمن جماعي، هذا يعطي إشارة واضحة بأن إذ يكون هناك هذا الأمن منقوص لبلد مثل إيران ولديها أكثر من 2000 كيلومتر ساحل في الخليج الفارسي وبحر عمان، كذلك هذا الأمن لن يكون مضمونا لبقية الدول. ولنكون واضحين أكثر في إطار الاقتصاد، المحاصرة والعقوبات ضد إيران الآن لديه تأثير مباشر على الإمارات المتحدة العربية بشكل مباشر. هناك كثرة الآثار الاقتصادية لصاحب الشركات. يعني الحقيقة أنا كنت في الإمارات قريبا ولم أشهد هذا الأثر الذي تتحدث عنه باستثناء الأزمة العالمية، لأنك لم تتعامل مع إيران. لكن الإمارات لديها بدائل أخرى. أما هؤلاء الذين يتعاملون مع إيران، وهناك شركات كثيرة، ونعلم 10 مليار إلى 11 مليار دولار ليس رقما قليلا. إذ هذا الرقم يتأثر، هناك يتأثر الكثير من الشركات في داخل الإمارات. لنكون واقعيين في هذه القضية، لدى إيران خيارات كثيرة. فضلنا أسألك بصراحة، هل تقول أن إيران لها ساحل 2000 كيلومتر على الخليج وكذلك بحر عمان؟ طيب، يعني إذن التهديد هو إغراق السوق العالمية بأسعار رخيصة من النفط الإيراني. يعني هناك خيارات كثيرة، ولا أدري من سيشتري هذا النفط بالمناسبة. يعني النقطة، لكن الشيء الآخر وهو منع النفط الخليجي، منع النفط الدول العربية على الخليج من الوصول إلى الأسواق العالمية. يعني النقطة الواضحة خلي يكون هناك الخط الأحمر الإيراني هو العقوبات ضد الصادرات الإيرانية. التقرير الجديد لمنظمة الطاقة العالمية قالت بأن في السنة الجديدة هناك طلب بازدياد 1,100,000 برميل يوميا. هذا يعطي صورة بأن هناك حاجة للطاقة. السعودية لن تستطيع أن توفر إلا لا أكثر من 400,000 برميل، وهذا ما قاله محمود سلامة وهو خبير في شأن الطاقة في المملكة العربية السعودية في برنامج كنا سويا في هذا في إذاعة BBC. ومن طرف آخر الكويت هي تستطيع 100,000 وكذلك البقية. إيران تصدر الآن أكثر من 200,000 و400,000 برميل للخارج. وكذلك نقطة أساسية، إذ إيران تعمل على عمل نفسي، لن تغلق مضيق الهرمز، ولكن تعمل إخلال في الملاحة في داخل الخليج الفارسي. هناك أستطيع أن أقول بأن الحرب النفسية هو يؤثر على الطاقة، وإيران بدأت بهذا المسألة بنفس العمل الذي عملته الدول الغربية بقطع الإمدادات الطاقة للدول الغربية. وهذا إذا يكون إيران تأخذ حركة استباقية، هناك ضربة للاقتصاد الإيطالي واليوناني في الوقت الراهن. الدول تحتاج إلى زمن لتعويض النفط الإيراني. إذ إيران تبدأ هذا المشروع
أسبق وأسرع من بقية الدول التي تريد أن تفرض عليها، هذا يكون خلل في تأمين النفط العالمي والأسعار كما إيران قالت يكون حوالي 150 دولار، والاقتصاد اليوناني والاقتصاد الإيطالي والإسبانياي لم يستطيع أن يواجه والأمريكي. لهذا رأينا يبدو أن إيران لديها أقوى من القنبلة الذرية، أقوى من المشروع النووي، وهو مضيق الهرمز. أستطيع أن أقول بأن إيران استثمرت قويا على هذا النهج، وأعتقد بأن يكون هناك ضرب للمصالح الإيرانية، وإيران تشعر بأن هناك سياسة من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لقلب النظام. أنا أعتقد إيران ستأخذ كذلك وتمس الخطوط الحمراء. الولايات المتحدة والغرب سابقة وأرسل بحاملات طائرات عملاقة إلى هم يعلمون جيدا الخليج. إيران كيف عملت في حتى العراق حتى يمنع هذا السيناريو الذي تتحدث عنه. رأينا بأن أمريكا أرسلت مئات الآلاف إلى العراق، ولكن من بعد سنوات فشلت وصرفت أكثر من تريليون. الآن كذلك هناك مصرف من جيوب دافعين الضرائب في الولايات المتحدة والدول الغربية الذين هم يواجهون أزمات لهذه الحاملات إلى هذه المنطقة. ونعلم جيدا بأن إيران هي كثير ذكية بأن لا تكون هناك مواجهة عسكرية مع هذه الحاملات. طيب. وفي نفس الوقت أنا أعتقد بأن إطار المفاوضات هو الوجه الأعلى لبدئه، وأنا أرى بأن هناك تلميح من جانب الدول الغربية وبالأخص الوزير الخارجية لألمانيا بأن المفتاح لحل الأزمة بيد إيران، وأنا أعتقد إيران فتحت هذا حركة هذا المفتاح بدعوة من المراقبين للطاقة النووية. طيب سيد سلامة نعمات، استمعت إلى مقاله ضيفي في الاستوديو ولا سيما مقاله حميد جول شريفي من أن مسألة النفط وتعويض النفط الإيراني ليست بهذه السهولة، هل هنالك ترتيبات معينة بين دول الغرب ولا سيما الولايات المتحدة ودول الخليج العربية؟ لأن دول الخليج العربية حتى وإن عوضت النفط الإيراني ستتضرر من انتحار الأسعار إذا أقبلت إيران على خيار الشمشوني علي وعلى أعدائي. صحيح، طبعا هناك خطر من هذا النوع، وليس من السهل تعويض الكميات النفط التي قد تسحب من السوق بوقف ضخ النفط الإيراني، ولكن كما ذكرت هي عملية انتحارية للاقتصاد الإيراني أولا قبل أن تضر الاقتصاد العالمي، وهي أيضا عملية لكن الاقتصاد الإيراني يعني سيتضرر في كل الأحوال، يعني في كل الأحوال الاقتصاد نعم. الإيراني متضرر، ما يلعب به الإيرانيون الآن هو أن يتضرر الآخرون أيضا. يعني الاقتصاد الإيراني الآن متضرر لأسباب محددة، وإيران تواصل السياسات التي جلبت عليها هذه العقوبات. بالنسبة لوقف ضخ النفط الإيراني، هناك الولايات المتحدة لديها مخزون لا أعرف إذا كان هو 3 أشهر أو 6 أشهر من النفط، بمعنى تستطيع أن تتحمل أزمة نفطية كبيرة لمدة 6 أشهر، وهي تعتقد بأن القوات الأمريكية قادرة على حل المشكلة خلال تلك الفترة. بمعنى إن أغلقت إيران مضيق هرمز، فالقوات الأمريكية قادرة على إعادة فتح هذا المضيق وضرب القوات الإيرانية في المنطقة لمنعها من إغلاقه مرة أخرى. ولكن السؤال هو هل فعلا إيران تريد أن تقدم على عمل انتحاري من هذا النوع، وهل هناك فائدة لإيران وللشعب الإيراني، خاصة ونحن نعلم لا أن يعني هو ما قاله حميد جول شريفي أن إيران لن تغلق مضيق هرمز لكن ستجعل الملاحة في الخليج مخاطرة، لكن هذا سيعني الشيء نفسه. ربما تسعى إيران من خلال هذه العملية إلى رفع أسعار النفط العالمية بشكل اصطناعي للاستفادة من عائدات النفط، وهذا طبعا مسألة يعني فيها وجهة نظر، ولكن هناك خطورة بأن تلعب إيران لعبة حافة الهاوية ويكون ثمنها كبيرا على إيران ودول المنطقة والأمن العالمي. طب وماذا ستفعل دول المنطقة؟ نعرف أن إدارة أوباما بعثت رسالة إلى المرشد الأعلى. عفوا، يعني ماذا ستفعل دول المنطقة؟ هنالك مطالب أمريكية بأن وليست بالضرورة مطالب فقط، مطالب وضغوط أمريكية كي تتخذ هذه الدول موقفا معينا إزاء إيران وأن تعوض النفط الإيراني وأن تفعل أشياء كثيرة لا يراها الإيرانيون في مصلحة بلادهم وتهدد أمنهم. ماذا ستفعل هذه الدول إذا أقبلت إيران على ما تصفه أنت بأنه عمل انتحاري؟ أعتقد أنه إذا كان الخيار للدول العربية الدول الخليج العربي هو أن تقف إلى جانب إيران أم إلى جانب الولايات المتحدة، فهي ستقف بكل وضوح إلى جانب الولايات المتحدة لسبب بسيط، لأنها تشعر بأنها هي أيضا متضررة من السياسات الإيرانية
في المنطقة. كما ذكر الأخ الكريم التدخلات الكبيرة في العراق وفي دول الخليجية أخرى، التدخلات في سوريا، التدخلات في لبنان، وطبعا هذه التدخلات جزء منها عسكري وجزء منها أمني وجزء منها ربما إعلامي أو سياسي، وهذه التدخلات تضر بمصالح دول المنطقة، وبالتالي هناك ربما تحالف غير معلن ولكن تطابق في المصالح الأمريكية وغالبية دول المنطقة العربية تجاه السياسات الإيرانية، وهذا سيعني بالضرورة أن هذه الدول ستسعى لحماية نفسها من التهديدات الإيرانية، كما شاهدنا في بعض الدول الخليجية الآن لديها أنظمة مضادة للصواريخ لحماية نفسها من احتمال قيام إيران التي لا تستطيع أن تصل صواريخها إلى واشنطن إلى ضرب عواصم عربية في المنطقة انتقاما من الولايات المتحدة، وهي مسألة طبعا. لكن هنالك قوات أمريكية حول إيران، يعني إيران لن تعدم هدفا أمريكيا، هنالك قوات في أفغانستان، في الخليج، في مناطق كثيرة، في قطر، في الإمارات، في البحرين، يعني لن تعدم إيران هدفا خليجيا لكن هدفا أمريكيا. لكن على أي الأحوال دعنا نشرك ضيفنا من موسكو أيضا دكتور فيتسلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق والخبير الروسي. ماذا ستفعل، ماذا تفعل روسيا الآن؟ هنالك توتر أو انفجار ربما يبدو في العلاقات الغربية مع كل من إيران وسوريا. نعرف موقف روسيا بشأن سوريا، لكن الآن الوضع مرشح أيضا للانفجار بين الغرب وإيران. ماذا تفعل روسيا الآن؟ روسيا تأخذ موقف واحد وواضح، وهذا الموقف تنطلق من ضرورة استقرار وسلام في منطقة الخليج، لأنه هذا منطقة قريبة لحدود الجنوبية لروسيا أولا، وشيء ثاني أنه أوضاع سياسية متوترة الآن تؤدي إلى تغيير الأنظمة وتغيير الخرائط الجغرافية بين الدول في هذه المنطقة، وكذلك لتقوية النفوذ الأمريكي وخصوصا تلك الأجنحة في المجتمع الأمريكي كما يسمونها المحافظين الجود في الولايات المتحدة. هم تركوا السلطة يعني منذ 4 أعوام سيد ماتوزوف. أولا روسيا ترفض أي نوع تدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وكذلك تدعو القوى المعارضة لحوار سياسي ومصالحة سياسية. لا طيب. دور فيما يتعلق بإيران ولا للرئيس السوري. طيب فيما يتعلق بإيران، كانت هنالك مساعي روسية واقتراحات بتخصيب اليورانيوم في روسيا وما شابه ذلك، لكن لم يلق ذلك قبولا من المجتمع الدولي. الآن هنالك على الأقل ما يقول الأمريكيون أن البرنامج النووي الإيراني مرشح للتطور السريع في غضون عام أو 3 أعوام بحيث يصل إلى قنبلة نووية، وهذا لا تريده روسيا. ماذا تفعل روسيا في هذا الملف؟ روسيا لا تشاهد أي نوع من الخطورة في ما يتعلق ببرنامج العسكري النووي الإيراني، لأنه روسيا تعرف برأيي أنا أحسن من أمريكا، أحسن من أي بلد آخر، لأن إيران على حدود الروسية، وروسيا متمسكة باتفاقية عدم انتشار السلاح، معاهدة عدم انتشار السلاح النووي، وكذلك إيران، وروسيا تعمل في داخل إيران في برنامج النووي السلمي. وعلى هذا الأساس لدي روسيا معلومات دقيقة حول ما يجري على الأرض في إيران، وليست هناك أي أهداف العسكرية واستراتيجية بالنسبة لإيران. استفزاز إيران لتصاعد التوتر علاقاته معهم ليست لمصلحة روسيا، لذلك هي تفضل المفاوضات وإقناع إيران أن ليست خطورة أمامه من قبل الدول الغربية. أي نوع تحديدات يثير الجواب المضاد، وتصاعد التوتر وهجوم على إيران في هذه اللحظة عندما إيران يقترح المفاوضات حول ملفه النووي الذي فتح الأبواب الآن أمام المراقبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كل هذه عوامل لا يمكن أن نفسر إلا كإشارة إلى فوضات وليس إلى الحرب. إيران برأيي أنا لا تهدد،
تهديد واحد. هل تعتقد روسيا ان ما يحدث الان في الخليج وما يحدث بين ايران والغرب يمكن ان ينفجر الى نزاع مسلح الى عمل عسكري؟ لا اتصور ان هناك خطر جدي لنزاع المسلح، لانه ايران برايي انا لا يعمل خطوات التي تستفز اسطول الامريكي او ثلاث طائرات حاملات الطائرات الامريكيه المتركزه في منطقه الخليج ان يشنوا حربا. ليست لمصلحة إيران الحرب اليوم، لأن قوة توازن القوة في المنطقة ليست لصالحها، ولذلك لا أتصور أن إيران سيكون مبادر في أي نوع الحروب في هذه المنطقة. طيب. أما التركز على خطورة إيران هذا تؤدي إلى خوف إيراني الذي يمكن أن يأخذ أي قرار الخاطئ الذي يمكن يستغله لحتى يبدأ الحرب الحقيقية. ولكن برأيي أنا ولا أمريكا ولا إيران مستعدين اليوم لفتح الباب أمام الحرب في هذه المنطقة. طيب علي نور زاده، كيف إذن تتوقع أن تنتهي هذه المواجهة؟ أولا أود أن أقول بأن من قال بأن الولايات المتحدة تريد إسقاط النظام الإيراني؟ أمين، في مصر كان هناك 200,000 500,000 ناس في الشوارع، ورأينا موقف الرئيس الأمريكي، 4 ملايين إيرانيين كانوا يحتفون في شوارع طهران، والرئيس أوباما بعث برسالة ودية إلى خامنئي. يعني أخي العزيز، من قال لا تريد الولايات المتحدة السيد أوباما تغيير النظام في إيران؟ هذا بالتأكيد يتمنى يعني. والولايات المتحدة قبلت بالواقع الإيراني لما كان خاتمي رئيسا، وكانت الولايات المتحدة تستعد لاستقبال موسوي رئيسا لإيران كما الشعب الإيراني. على أي حال، إنني أعتقد بأن هناك ما زال في إيران أغلاء داخل النظام، هناك سيد رفسنجاني، هناك خاتمي، رغم أن رفسنجاني ليس لا القيادة تتجاهلهم تماما، ولكن مقربا من أنا أعرف القيادة الإيرانية، أنا أعرف كيف يتجرؤون كأس السم لما يشعرون بأن استمرارهم في هذا الموقف المتعنت هو بمعنى خسارة النظام، خسارة الكرسي، فبالتأكيد سيتجرؤون كأس السم كما تجرأ آية الله الخميني، فسيقبلون بالشروط. بينما كانت لدى إيران فرصة جدا، لقد تفزلت أشرت إلى موضوع المشروع الروسي، روسيا قدمت مشروعا بتخصيب اليورانيوم بين روسيا وفرنسا داخل روسيا وإعادة يورانيوم المخصب بدرجة 20% إلى إيران، إيران رفضت، حتى أحمدي نجاد وافق على ذلك، آية الله خامنئي رفض. في نهاية الأمر إيران غير قادرة على أن على محاربة أمريكا، لا في الخليج الفارسي ولا غير الخليج الفارسي. إيران تعرف جيدا قوة الأمريكية، وسبق أن جربتها في نهاية الحرب الإيرانية العراقية. هناك لا يزال من الأغلاء، ويجب أن أعترف الصيغة النهائية التي يا أحمدي نجاد أصبح واحد من الأغلاء حاليا، فهؤلاء يريدون التوسل. يعني هل أنه مختلف أو أظهر أنه مختلف مع المرشد في بالتأكيد بعض الأمور؟ بالتأكيد هناك خلاف في وجهة الرأي بين أحمد نجاد ومرشد، خاصة حول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أحمد نجاد حاول فتح الباب كما حاول خاتمي، ولكن المرشد بالنسبة لمرشد الموت لأمريكا يعني استمرارية ولاية الفقيه. هناك علاقة تربط ولاية الفقيه بموت لأمريكا، فلا لن يسمع النهائية التي يمكن أن تنتهي بها هذه المواجهة. هنالك مواجهة الآن، إيران تتعاون مع الوكالة بشفافية، تفتح المنشآت للوكالة، ولن تكتشف وكالة بعد سنة بأن هناك منشآت تحت الأرضية في سمنان أو في مكان ما. فأيضا إيران تقوم بمراجعة سياساتها في المنطقة. لماذا إيران أسقط حكومة سعد الحريري؟ شو دخل إيران بلبنان؟ شو دخل إيران بـ 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 يمن؟ تطعم الحوثيين لماذا؟
هذا ليس من مصلحة إيران. تتوقع أن الحل الوسط أو التنازلات ستأتي فقط بالتأكيد لا من جانب إيران ومن جانب الولايات المتحدة أيضا. أعتقد بأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم تنازلات حزمة من الامتيازات السماح بشراء معدات للطائرات إيران، بدعم إيران، تطوير الصناعات النفطية. جاءت هذا ضمن حزمة. ربما هذا سابق لأواني. حميد قول شريفي، ما هي الصيغة التي يمكن أن تقبل بها إيران حتى يخف التوتر في الخليج الذي هو ليس في مصلحة إيران؟ يعني النقطة الأولى أريد أتحدث بأن الأساتذة تحدثوا عن التدخل الإيراني في شؤون المنطقة وكذلك. يعني لا أريد أن أخرج من هذه الصيغة بأن نعلم جيدا بأن التدخل الأمريكي كيف هو سافر في جميع الدول طيب المنطقة، ولكن بالنسبة لماذا يجري أريد أن أقول بأن البرنامج النووي الإيراني لن يحل أبدا إلا أن يكون هناك حل للملفات السياسية الاختلافية بين إيران والولايات المتحدة. الملف النووي الإيراني هو ملف مسيس من الجانب الحقوقي لدى الوكالة الطاقة جميع النقاط بالنسبة بأنه برنامج نووي سلمي. الاستخبارات الأمريكية أبرمت هذا الشأن، يقولون لم يكن لدي إيران هذه الخطوة، ولهذا أعتقد إذ لم يكن هناك حل للملفات السياسية لم يكن حلا للملف النووي، ولهذا أعتقد أن اقتراح إيران بحل. شكرا لك. سلامة نعمات، يعني هل يمكن أن تكون هنالك الآن قنوات اتصال؟ يعني في ظل في غمرة الأزمات الأمريكية الإيرانية كانت دائما هنالك قنوات اتصال ساخنة كقناة اتصال الجزائر التي أفرجت عن الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية. ما هي الصيغة التي يمكن أن تنتهي بها هذه المواجهة بين الولايات المتحدة والغرب وإيران، وما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها أمريكا؟ أعتقد بداية أن المواجهة القائمة حاليا هي مواجهة سياسية وربما إعلامية وكلامية أكثر منها عسكرية، بمعنى ليس هناك مؤشرات إلى قرب أعمال عسكرية كبيرة، لأن هناك مؤشرات على ذلك تسبق مواجهات من هذا النوع، ولكن القنوات لم تغلق. الولايات المتحدة أصلا لم تغلق باب الحوار مع إيران سواء مباشرة كما عرض الرئيس بوش في فترة، والرئيس أوباما الذي بعث رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية لم يحصل حتى الآن على رد عليها. وبالتالي المملكة العربية السعودية لعبت دور وساطة مع بين الولايات المتحدة وإيران ولم تنجح في لحلحة الموضوع، ولذلك أعتقد القنوات الحوار مفتوحة، ولكن هناك في إيران من يرى أنه من الأفضل الحوار العلني بهذه الطريقة، ربما لأن إيران تشعر بضغوط داخلية تسعى من خلال التأجيج بتهديدات أمريكية أو تكبير احتمال المواجهة لضبط الجبهة الداخلية التي تعاني من تصدع منذ انتخابات عام 2009. شكرا. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيوفنا في الاستوديو حميد جول شريفي الصحفي الإيراني المقيم في لندن، وكذلك الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية، ومن عمان أشكر ضيفنا سلامة نعمات الكاتب والمحلل السياسي. أشكر أيضا فاتسلاف ماتوزوف الخبير الروسي الذي كان معنا من موسكو، ولكم تحيات فريق البرنامج وتحيات زين العابدين توفيق. إلى اللقاء.